جزاكم الله خيرا. أفضل المشاريع الخيرية شيخ صالح التي يسعى المسلم للمبادرة إليها. أفضلها ما يسد حاجة المسلمين، فإذا كان حاجة المسلمين بالطعام والشراب واللباس هذا أفضل، طيب. وإن كان حاجة المسلمين في بناء مسجد طيب يصلون فيه لحاجتهم إلى ذلك، نعم، فهذا أفضل، هذا يتبع شدة الحاجة. نعم، يعني كل عمل كان المسلمون إليه أحوج فهو الأولى يرى الشيخ صالح. نعم، وكذلك لو احتاج المسلمون إلى تأمين ماء للشرب طيب فإن هذا أفضل من غيره، حاجة المسلمين إليه، فكل ما كان المسلمون إليه أحوج نعم فإنه أفضل.